لو سمحتي لو سمحتي حضرتكم ممكن تشوفوا عين بنتي؟ انا مش عارف اصرف على بنتي ومحدش راضي يسمع صوتي ولا راضي اي حاجه. بنتي اهي لا عارفه اكلها ولا اشربها ولا البسها ولا اعمل اي حاجه. انا بنتي منظر عينيها هي بسبب خطه ليها، وقعها في الارض بسبب خطه ليها. الناس اللي عماله تتكلم وتقول انت مش عارفه ايه وانت بقى كده عملتي حاجه، ادي عين بنتي اهي. انا مش هحرم بنتي واحرم بنفسي من كل حاجه بسبب كده. ربنا يحفظك. جاي عليا تهديدات، ضرب، شتيمه، سب. انا خدت ضرب في حياتي عمري في حياتي ما حد يستحمله. خدت ضرب وخدت اهانه واخدت شتيمه وتهديدات من اهلي. ليه بتهددني باهلي؟ من اول اسبوع اتجوزته فيه وصولات امانه كتابه 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 تحت التهديد. وصولات اين؟ عندي خالته تشهد، عندي ناس كتير تشهد باللي عمله ده. يعمل الحاجه الصبح ويجي يتاسف لي بالليل. انا مش طالبه حاجه، انا طالباه يبعد عني، انا عايزاه يبعد عني. الناس تخليني ام بنتهم ولا اختهم وتتكلم. انا زهقت من اللي انا فيه. انا ما عنديش اي حاجه وضرب وعمال يهددني كل شويه انه هيضربني، وكل شويه انه هياخد بنتي مني، وكل شويه يقول لي بلطجيه هتقف تحت البيت. انا تعب، انا عندي 20 سنه كل اللي بيحصل فيا ده. انا مش واحده كبيره، انا تعبت نفسيا وعصبيا وجسديا من الضرب والشتيمه. انا تعبت، انا ما بقتش قادره اعيط من الوجع اللي انا فيه. هو قال لوالدتك ايه؟ انا لوالدتي لو بنتك منزلها لك في صندوق مشيت بالحكومه نفسها. خالته بتكلمني بتشتم اهلي وبتبعت لي تهديدات. ليه كل ده؟ عشان خاطر ايه؟ عايز ايمتك خدها بس احس بالامان مره. انا مش عارفه انام، لا عارفه انام ولا عارفه اكل ولا عارفه اشرب. عمالين يقولوا لي هنجيب لك واحده سلفتك تضربك وهيشيلها عنك بالعافيه. عماله تبعت لي تشتمني، وجوزها يقول لي انا معايا رتبه كبيره في الغردقه، كل ما يتكلم يقول لي لو ورق راح الغردقه انا هعملهولك. انا نفسي اوصل لده، نفسي اوصل للي بيهددني بيه ده. انت قلت لنا يا مدام امنيه ان هو في الاول اتجوزك وبعدين طلقك وبعدين أيوة. اتجوزك. احنا عايزين نعرف موضوع الجواز والطلاق اللي هو عمال شغال فيه ده. اول حاجه خالص اتبلى عليا ان انا مش بنت. طب انا مش بنت عشت معايا ليه؟ كملت معايا ليه؟ اخوه كتبني وصولات امانه ودوني المستشفى عايزين ان هم يقولوا ان انا حاولت اموت نفسي وعملت وسويت وخدوني المستشفى ورجعني. عشت معايا ليه؟ انا كده عشت معايا ليه؟ اخوه معورني في ايدي، عشت معايا ليه؟ اخوه عشان خاطر انا قبل كده من سنتين وهقولها تاني، انا اما جدتي ماتت حياتي وقفت، حاولت ان اموت نفسي وكل حاجه، سافرت رجعت الحياه بنت في عيني تاني. انا كان هو بني الحياه في عيني. انا عندي شقتي وعندي عربيه وعندي بيت وعندي 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 وعندي، بنى الحياه في عيني تاني ورجع ضلمها من تاني بس بالاوحش. يعني هو طلقك وبعدين اتجوزك عرفي؟ ايوه، عيشني معاه سنه كامله عرفي ومن غير الورقه بتاعتي. عيشني معاك وبعدين طلقك تاني. لما ردني بقى تاني، ردك تاني. دلوقتي عايزه اطلقك عشان يتجوز واحده تاني. اجنبيه تاني. قولي لنا بقى موضوع الاجنبيه اللي عايز يتجوزها دي. واحده ست اجنبيه من امريكا عندها بتاع 55 سنه، عايز يتجوزها وخطبها وقدم ورقه في السفاره وعايز ان هو يتجوزها. فما ينفعش ان يكون متجوز. كل اللي بيحصل ده بسبب كده. وعرفت حاجات عنه هي ما كانش ينفع انها تتعرف، ومن ساعه ما عرفت ان هو عارف ان انا عرفت الحاجات دي فعمل كل ده. وتهديدات بقى اللي هو بيبعتها لك دي بتبقى عباره عن ايه التهديدات دي؟ ممكن تقولها لنا؟ انت هتصحي من النوم تلاقي، انا ظهرت في اللايف قبل كده، هتصحي من النوم تلاقي ناس واقفه تحت البيت عندك تخطب بنتك والعنتين مش هيقف قدامي. انا هاجي وهخلي الناس هخليكم تجروا من الشبابيك. انا هاجي وهقفل العزبه. انا هاجي انا جايب لك بلطجيه ياخدوا البنت منك. انا بلبس اهلك نصايب. انا جايب محامي كبير من شبيل. انا بتمنى للمحامي ده يسمعني واقول له ارحمني ارحمني وما تعملش معايا حاجه كده، مش عشان الفلوس تاذيني وتاذي اهلي. اتهمني في شرفي وانا كل ده عامله بيه محاضر. كل التهديدات اللي جات لي انا عملت بيها فعلا محاضر. وبكره الصبح ان شاء يوم الاحد ان شاء الله هيترفع قضيه رد شرف على اللي هو بيتهمني بيه ده. اظن ان كده كفايه، وانا بطالب ان انا اعيش مرتاحه بقى. يعني هو بيهددك ده كله علشان خاطر القايمه وعشان خاطر الفلوس وعشان خاطر ياخد بنته. وعايز ياخد بنته. طب انت عايز تاخد بنتك ما تصرف عليها الاول. هو مش بيبعت لك فلوس خالص؟ خالص. وبيشرب المخدرات بطريقه رهيبه. في ناس بتقول لك انت ليه اتجوزتيه عرفي؟ اللي لسه داخلين دلوقتي هي متجوزاه شرعي على سنه الله ورسوله، وبعدين هو تحت التهديد اتجوزها عرفي وقال لها علشان خاطر فيه ظروف وكده، وهي وافقت على اساس ان هي كانت خلاص خلفت البنت منه. لا
ما كنتيش خلفت البنت لا منه؟ لا كنت. طب وافقتي على عرفي ليه؟ هما هنا ليه بيقول لك تهديد؟ هددني باهلي كلهم، انت لو ما جيتيش واتجوزتيني عرفي انا هعمل معايا صور فيها حضراتكم تشوفوني كنت عامله ازاي. انا لو ما اتطلقتيش مني انا هحبس ابوكي وهحبس اخواتك وهلبسكوا اراضي وهجيب لك واحد يدخل عليك وهلبسك قضيه زنا. اعمل ايه ساعتها؟ اه هما هنا بيقول لك ما تسيبيش حقك. انا مش هسيب حق. يعني تخيلي حضرتك اي حد يتخيل ان اخته بتقال لها انا لو ما طلقتيش مني انا هدخل واحد عليكي. ايه ده؟ اظن ان انا تعبت. امنيه على قد ما انت عندك 20 سنه بس يعني شكلك صراحه بيدي سن اكبر من كده. اللي انا فيه وبجد يعني انت عشتي في سنتين يعني شلت الماساه دي. يعني انا عن نفسي بقول لحضرتك انا عشت معاه اخته الصغيره بتمشي عليا وعلى بيتي. اخته الصغيره طول ما عمل مع مراتك بيعمل ما كانش عنده شخصيه خالص. اخو اللي كان ممشي بيتي، حماد اللي كانت ممشيه بيتي، كل حاجه هي اللي ممشيين بيتي. ايه ده؟ طالما انت مش قادر تتجوز بتتجوزني ليه؟ جيت مرمطتني معاك ليه؟ جيت قلت انا عندي وعندي وهعيشها في امان ليه؟ جيت هو طلقني وهددني ان انا لو ما مشيتش هيبلغ عني وهيعمل ويسوي. جم عرفوا اول ما خدوا مني الورقه اغمى عليا رحت المستشفى عارف ان انا حامل. فعشان خاطر يعوض ابنه اللي راح منه بسبب نفس الطرق اللي عملها معايا دي برضه عيشني معاه لحد ما خلف. ابنه كان متجوز ست المانيه وعمل معاها نفس اللي انا عمله معايا ده بالظبط. خدت الولد وهربت وفي محاضر في الخارجيه بكده. في ناس بتقول لك لو اتنازلت عن حقك هيفتري عليكي. انا مش هتنازل عن حق. انا عمري ما هتنازل عن حقي تاني. انا 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 طلعت انا مش سهل عليا ان افضح نفسي بالمنظر ده ولا ان افضح اهلي. انا الناس همشي في الشارع الناس هتبقى عارفاني. مش سهل عليا كل ده. يعني هو هددك باهلك قال لك كل حاجه. هي دلوقتي الناس اللي بتقول فين اهلك؟ هو والدها موجود ووالدتها موجوده مهددين طول الوقت. اتفضلي اتكلمي. انا اهلي ناس عاديه خالص، ناس بسيطه جدا. بابايا سواق تاكسي، مامتي ربت منزل. حياتنا اخواتي الاثنين عندهم توك توك واحد شغالين عليه. كل واحد مكفي بيته بالعافيه، كل واحد خايف على عياله. واحد معاه ولدين، واحد معاه ولد، واحد اعزب، كل واحد خايف على اللي وراه. والبيت اللي انت عايشه فيه ايه؟ البيت اللي انا عايشه فيه اهو حضرتك ممكن تشوفيه تمام؟ عباره عن اوضه اوضتين وصاله. بابايا ومامتي بيناموا هنا عشان خاطر بنته اللي هو رميها تنام على السرير جوه. ايه انتوا عندكم في البيت ده اوضتين اتنين بس؟ اوضتين وصاله. كلكم بتناموا فيهم؟ كلنا بننام فيهم. انا كل اللي انا عايزاه عايزه مكان اعيش فيه وعايزه مصدر دخلي. انا مش سهل عليا. انا بتقطع ان بنتي تعبانه قدامي ومش عارفه اجيب لها حاجه. بنتي ما عندهاش بامبرز. انا بنتي بتاكل مش عارفه اجيب لها علبه الزبادي. هي في الاول اتجوزت شرعي وكان واتجوزت عرفي بعد كده تحت التهديد نفس الزوج وبعد كده دلوقتي هو رجع لها شرعي تاني. هي دلوقتي اللي انت عايزاه ايه بالظبط؟ انا عايزاه يبعد عني ويصرف على بنته ويبقى عندي شقه مستقله. انت عايزه نفقه؟ ايوه انا رفعت قضيه نفقه. انا عايزاه يصرف على بنته. انا عايزاه يصرف على بنته. انا حضرتك رافع قضيه النفقه. هو كل ما يكلمني انت مش رحتي رفعتي؟ استقبلي كميه التهم اللي هتجيلك بالزور. انا عملت لك ايه عشان تتهمني وتتهم اهلي؟ يعني انت كل اللي انت عايزاه يسيبك في حالك؟ عايزاه يسيبني في حالي وعايزه يصرف على بنته. يعني يبعت نفقه لبنته؟ يبعت نفقه بيصرف على بنته ويبقى ليه مكان اعيش فيه. انت ضيعت ضيع مستقبلي وضيع حياتي وضيع كياني، ضيع كل حاجه. كل حاجه ضيعها مني. ما عنديش هدومي نفسها خدوها مني. واخر حاجه كان عايز يطلق كان عايزك توافقي ان هو يتجوز واحده اجنبيه. ايوه. وعلشان كده هو بهدلك وعمل فيك الحاجات دي كلها. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا مأساة أمنية هنا من محافظة المنوفية. بجد يعني مأساة صعبة جدا جدا الواحد يتحملها. حتى بنتها انتوا شفتوا عينيها عاملة ازاي، هو كان خبطها في عينيها. دلوقتي هي رفعت قضية، هي مش عايزة غير ان هو يسيبها في حالها وتحس بالأمان بس. عايزه نفقه لبنتها وعايزه ان هو يطلقها ويسيبها في حالها، لان هو برده زي ما انت كنت قلتي ان هدد انه ناس تانية ان هي يخطفوا بنتك. ايه اللي حصل قولي لنا؟ حد كلمني قال لي انا جبت رقم تليفونك يا بنتي عشان اعرفك انت. هو عرض علينا احنا 50,000 جنيه ان احنا نجيب بنتك منك غصب عنك، بس انا رافضه بيكي عشان شايفك غلبانه وما فيكيش في ايدك اي حاجه تعمليها. انا هشيل ايدي بس غيري مش هيشيل ايدي.
ان شاء الله باذن الله امنيه، ربنا يظلك حقك وحسبي الله ونعم الوكيل طبعا في اي حد مفتري، وان شاء الله باذن الله علشان خاطر بنتك دي ربنا يجيب لك حقك وهيبقى ليكي نفقه باذن الله. شكرا اعزائي مشاهدي منصه ابو كبير ميديا، كنا معكم من محافظه المنوفيه، كنا النهارده في ماساه حقيقيه مع امنيه اللي شافت العذاب الوال على ايد جوزها سنتين بس عاشتهم في صعبين جدا. شكرا اعزائي المشاهدين.